الحمد لله بركتك انا وبعض Oh,
شلون نعمل؟ نعلم نشرب فوق. ليش عم تبكي انت يا عمو؟ الشارنا هبنا قدر بيوتنا نهبي ما لنا شيء بسم الله العظيم هدلكم بيوتكم؟ هدي وكلي ما لنا شيء هون نشرب مي ما قلت لي نقعد عند الجماعة نقعد نسهر عندهم اشو بيهم والله العظيم ولا خلانا نقعد دقيقة بالبيت هو بشير أسد واقع طير نسخطه بوصل معي والله أكبر الله أكبر وصور الأحرار عش لكن أصاب ودمر الأبنية التاريخية التي لا يمكن إعادتها ورجعها ولا بأي شيء من الأشكال. هذا خطأ كبير لازم نعترف به. ومن يسرق الروح يسرق القدرة على المقاومة عند أي شعب. خذ الهنود الحمر في أمريكا سرقوا روحه. أهل حمر سرقوا روحه. أهل حلب لم تنتصر الثورة. تكون روحهم قد سرقت. أولاد عمي كلهم سافروا كنا كلياتنا ببناء وحدة هن الذكية ونحن هون بجوا لعنا بقولون شلون باركين هون شلون باركين هون لو إيش ما صار ما بطلع بقول لهم شلون بدي أترك مدرسة وأروح